ايه هي اسماء النجوم اللي جايه؟ يعني المونديال ده قدم لينا مجموعه من الاسماء بصرف النظر عن نتائج منتخباتها. خلينا نقول نجوم اتولدوا في قطر 2022. خلينا نسمع راي احمد وبلال. هبتدي مع احمد. مين يعني قول لي الاول اول اسم، مش عايز كل الاسماء، قول لي اول اسم بالنسبه لك اهم نجم اتولد في البطوله من وجهه نظر احمد مصطفى. طبعا بلينجهام اول اسم. بس بلينجهام ما اتولدش، هو ما اتولدش، يعني ممكن مولود كولو موانيه لاعب في المنتخب الفرنسي. انا شايف ان موانيه ده عمل هو سبب من اسباب التعادل في مباراه النهائي. نزل قلب المباراه تماما. عنده سرعات وعنده قوه. هو للاسف يعني تصدر له مشهد النهايه كان يحول النتيجه تماما في الدقيقه 120. فدي كانت لقطه مش هيفضل مش هينساها بسهوله. طبعا ينساها صعبه جدا. كان ممكن يتصرف افضل من كده. فاعتقد ان هو ده بالنسبه لي ما كانش حد ممكن في قبل المونديال يعرف كولو موانيه. فلعيب كويس جدا. ده اول اسم عند احمد. اول اسم عند بلال. انا طبعا وانا كنت قلت قبل انزو. انزو طبعا وهو فاز بافضل لاعب من اول ما جه القناه، مش اول ما دخل الاستوديو، من اول ما دخل القناه بيقول لي انزو انزو. انا قلت لك على انزو. انزو فرنانديز انا اتكلمت عليه والله. وهو طبعا كان عنده حسن الظن، قدم مباراه كبيره جدا. فرق على فكره، هو ما كانش ابتدى البطوله، يعني هو كان بدا يدخل من مباراه المكسيك واحرز هدف مميز جدا، الهدف الثاني في مباراه الارجنتين والمكسيك. بعدها بقى بدا يحط رجله في التشكيل الاساسي للمنتخب الارجنتين، وفرق جدا في نص الملعب، وكافئوا الفيفا باختياره افضل موهبه صاعده. اللاعب الثاني طبعا اللي لفت الانظار هو عز الدين اوناحي، لاعب المنتخب المغربي. موهبه يعني هتبقى ليها شان كبير جدا في الكوره. كورته حلوه قوي، لعيب حريف وخفيف وحركته مميزه جدا، بيعرف يتحرك من غير كوره كويس قوي، بياخد اماكن لطلب الكوره غير تقليديه. هيبقى ليه شان في الفتره الجايه وفي السيزون الانتقالات الجايه. اعتقد ان هو هيروح في مكان بقى. انزو كويس من الارجنتين واوناحي من المغرب. ونروح للرابع لاعب عند احمد مصطفى. لفت انتباهي لاعب في دور المجموعات في منتخب السعوديه، كان اسمه سعود. سعود سعود باك رايت، كان بيلعب باك رايت في المنتخب السعودي. هو لعب في ثلاث مراكز في دور المجموعات كله، لعب باك رايت ولعب ماتش باك ليفت. فاعتقد ان هو ولعب كمان في نص الملعب. انا لفت انتباهي جدا، لعيب سريع ولعيب عنده امكانيات، وكان سبب في فوز حتى مباراه منتخب الارجنتين. ده لعيب انا شايف ان هو كان بالنسبه لي مميز شويه. جاكوبو هولندا. انا عايز اقول ان احنا نسينا واحد من اهم المواهب واكتشافات المونديال، جفارديول. المدافع كرواتيا بتاع كرواتيا. اللي كان لابس الماسك. بس هو عنده 20 سنه في ماتش بصراحه كان سبب الاسباب برضه، يعني خلص عليه ماتش الارجنتين الصراحه. على مستوى الاداء الفردي والجماعي حسب كل الاحصائيات والكل الاستفتاءات اللي اتعملت، مفيش مدافع على مستوى مباريات البطوله كلها قدم اداء افضل من جفارديول. والنهارده بعد انتهاء البطوله كل الانديه الكبيره، مان سيتي، ريال مدريد، ليفربول، كل الانديه، برشلونه، كلهم مهتمين بضمه. لاعب موهبه هيبقى ليها دور كبير جدا، وهيبقى ليه تواجد في الفتره الجايه في اكبر الانديه الاوروبيه. قدم مستوى